انا بتكلم احسن مني مصري وعمري ما جيت مصر. يعني انت اتعلمت مصري قبل ما تيجي مصر اصلا؟ قبل ما تشتغل هنا؟ انا شويه كلها. لا انا شويه بصراحه لا. احفظت اشتغلت كتير على اللهجه وكذا. لما جيت قعدت لما جيت قعدت بشهرين قبل التصوير قبل مسلسل يعني فيرتيجو وبعدين نينا صديقه في اول فتره الموضوع كان صعب. لا بس انت ما شاء الله عليك من يعني من النجوم اللي بيتكلموا خلاص اللهجه المصريه. يا رب تمام جدا. ده مهم يعني مهم كتير يعني من اكتر الناس بصراحه يعني انا رايي كامير يعني من اكتر الناس في الرجاله ظفر عابدين واياد نصار بصراحه. صح اياد نصار يعني دول اتقنوا اللهجه المصريه بطريقه غير طبيعيه. لانه اي عمل تقوم بيه لازم تكون صح للشخصيه وصح للحكايه لازم تكون اقرب للهجه تكون يعني المشاهد ما يفكرش في اللهجه يفكر في الشخص في الشخصيه فمهم جدا طبعا.